مشاهدي قناة ديار فضائية أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. على الهواء مباشرة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. في حلقة هذا اليوم راح نتعرف على آخر التطورات فيما يخص المشاكل العالقة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، وفضلا عن الحديث حول حقيقة توزيع رواتب اللجنة الأولمبية وموظفي اللجنة الأولمبية، وكذلك المستحقات المالية بالنسبة للاتحادات الرياضية. وأيضا راح يكون عندنا محور آخر مخصص لنادي الزوراء واستعداداته لمواجهة أو استضافة النصر السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا على ملعب كربلاء الدولي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وأيضا بالإضافة إلى مجموعة من المتابعات اللي راح نعرفكم عليها مشاهدي الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعناكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا احنا في العاده مثلا يوم الاحد او يوم الثلاثاء المراسل او معد البرنامج يتوجه الى اتحاد كره القدم من اجل الحصول على اخر المستجدات الرياضيه وعلى التصريحات بما يخص الاحداث الرياضيه الاخيره بالنسبه لكره القدم، تحضيرات منتخباتنا الوطنيه خصوصا الفئات العمريه، كلها هاي الجمهور يحب يعرف على اخر الاخبار والتطورات. لكن بصراحه يوم امس لما ذهب مراسلنا مصطفى اياد الى اتحاد كره القدم، الاتحاد تقريبا خالي او شبه خالي بالنسبه لموظفي اتحاد كره القدم، والسبب مجهول لحد هذه اللحظه. احنا كاعلام من حقنا نعرف اخر التطورات بما يخص الكره العراقيه، لكن عندنا متابعه من اتحاد كره القدم بشان تحضيرات منتخب شباب العراق لكره الصالات واستعداداتهم لبطوله آسيا من خلال تصريح للمنسق الإعلامي للجنة الصالات السيد عدي صبار. نشوف تصريحه لبرنامج مشهد الرياضي ومن ثم لنا عودة مشاهدينا. بالنسبة لفريق الزوراء أتصور أنه يعني فرصة كبيرة أنه يعود للوضع الطبيعي في مباراة النصر السعودي في كربلاء، يعني نظرا لأول شيء الراحة اللي راح يحقق لها الاتحاد، أنه فترة مناسبة جدا للتحضير يعني تشافي بعض اللاعبين وأيضا الوضع النفسي، والزخم الجماهيري أكيد راح يكون يعني دافع له أنه يعود، خاصة أنه الزوراء الحقيقة يعني نقولها أنه بقت له الفرصة الوحيدة أنه في بطولة أندية آسيا، وإحنا كمتابعين للكرة العراقية ومحبين لها بكل تفاصيلنا، مدربين لاعبين جمهور الأندية قلبا وقالبا مع فريق الزوراء لتحقيق نتيجة إن شاء الله أنه تفرح الشعب العراقي ويعود فريق الزوراء إن شاء الله معافى، لأنه هذه الحقيقة هو حاليا ممثل للوطن وليس لفريق الزوراء. تمنياتنا كبيره ان شاء الله للتوفيق، وان شاء الله انه يكون يعني في هذه البطوله تحقيق الفوز على النصر معناته انه انتقال الى الدور الثاني. الحقيقه يعني احنا يعني يعني معنيين بكره القدم، نعي جدا انه مساله غرور يعني مفاصل الفريق سواء كان عن اللاعبين بعد فوز كبير على فريق الوصل، المفروض انه يعني لاعبين مستوى فريق الزوراء وبحجم كادر التدريب مالته انه كان ينسى هذا الفوز ويواصل النجاحات عن طريق انه يعني يبدا من جديد، وليس انه يتغنى ويحتفل اكثر من اللازم على فريق الوصل. صحيح انه ادى مباراه كبيره، ولكن عليه انه يستمر ويعزز النتائج سواء كان بالدوري المحلي او حتى مع فريق النصر بالسعوديه. نقول انه يعني انا برايي انه الغرور اثر على قسم من اللاعبين وجعلهم انه يعني ينظرون انه فريق الزوراء قادر على كل شيء. كره القدم دائما العطاء هو اللي يحدد، ولازم تنسى النتائج الايجابيه
وتتذكر النتائج السلبية وتعالجها، يعني هاي المهمتين هي مهمة الكادر التدريبي يعني بالأخص. رجعناكم من جديد مشاهدي الكرام، طبعا كل توفيق لمنتخب شباب العراق في كرة الصالات. الآن ننتقل إلى محور حلقة اليوم اللي خصصناه للحديث حول دور الإعلام في الأزمة الحاصلة بين وزارة الشباب والرياضة ومن جهة أخرى اللجنة الأولمبية، مع ضيف الحلقة الصحفي الرياضي القدير الأستاذ جعفر العلوتي، وكذلك رئيس تحرير جريدة شباب ورياضة، رياضة وشباب عفوا. أستاذ حياك الله في برنامج مشهد الرياضي. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي برنامج المشهد الرياضي، اهلا وسهلا. شكرا لك ولحضورك. استاذ، بدايه اخر تطورات بخصوص الازمه بين الوزاره واللجنه الاولمبيه، يوم امس تسريبات تقول تم توزيع رواتب اللجنه الاولمبيه وموظفي اللجنه الاولمبيه، شنو حقيقه هذا الشيء؟ طبعا هو الموضوع اعتقد امس كان هناك استلام للرواتب موظفي اللجنه الاولمبيه بعد أن يعني انتهت الأزمة اللي دامت أكثر من 50 يوم. نعم. وهذا يعود إلى أنه التوافق اللي حصل بين أخيرا يعني بين الوزارة واللجنة الأولمبية. كيف حصل التوافق أستاذ؟ يعني لقاءات، كانت هناك لقاءات يعني ما كانت بعيدة عن الإعلام. نعم. صراحة يعني هناك لقاءات مثمرة جرت خلال الفترة الأخيرة، وكانت يعني لقاءات مكثفة، أعتقد كانت متتالية، واستطاع يعني الأطراف اللي حضرت هذه الاجتماعات أن تتوصل إلى حل لهذه الأزمة، وهي قبل كل شيء كانت يعني أزمة إنسانية قبل أن تكون أزمة رياضية. شاهدنا من خلال المظاهرات، نعم، اللجنة الأولمبية العاملين فيها كلهم يعني أصحاب عوائل، والموضوع أعتقد انتهى بخير بعد أن تم استلام الرواتب يوم أمس. طيب الموضوع بالنسبة لناحية صرف الأموال رجع كما كان أم هناك ضوابط وشروط بالنسبة للمستحقات المالية؟ لا، هو كان فقط هذا الشهر يعني. نعم. الشهر يعني الاتفاق بخصوص الشهر الرابع، الشهر الثالث فقط. الثالث. الثالث، الشهر الثالث فقط كان الاتفاق انه على الاجراءات القديمه حتى يستلمون، الوزاره تستلم البودره النهائيه. نعم. للجنه الاولمبيه كموظفين واتحادات وامور اخرى، وياخذون يعني طبعا بعد الاتفاق مع بين الاطراف الثلاثه تشكيل لجنه. نعم. شكلت اللجنه الثلاثيه بهذا الخصوص، لكن هناك اليه جديده الان اصبحت اعتقد يوم الاحد القادم تعلن عنها. يعني اليه وفق قانون جديد لو قانون 60 لا هو القانون 60 بس عندما صدر قانون 60. نعم. قرار رقم 60 هو مو قانون. نعم. هو قرار مجلس وزراء، خلينا نميز احنا بين القانون، هو هذا اللي يريد نوضح على السيد هذا المشاهد. القانون هذا تعرف يدخل مجلس شورى الدوله ويدخل مجلس. نعم. النواب العراقي وبعدين يشرع ويلا يصبح قانون. هذا قرار مجلس الوزراء، قرار رقم 60 اللي كان يتضمن فقرتين، فقره انه يحترم استقلاليه اللجنه الاولمبيه، والفقره الاخرى تشكيل لجنه ثلاثية تتكون من وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والرقابة المالية، لكن حدد أنه اللجنة الأولمبية بالسيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية. يعني ما حدد كمكتب تنفيذي؟ ما حدد، لا مكتب تنفيذي. شنو السبب اللي ما يخلي القرار؟ لأنه تعرف أنه هناك لا وجود لاعتراف داخلي من قبل الدولة بالنسبة للانتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي. يعني اعتراف فقط فقط برعد حمودي؟ اي، باعتباره ممثل اللجنة الأولمبية الدولية. لهذا السبب. لهذا السبب، ولكن هناك اعتراف خارجي دولي بالانتخابات. هذا الموضوع، القرار، نرجع على القرار، القانون. نعم. القرار ما كانت إلى آلية. فقط هالفقرتين بس، الفقرة الثانية مال تشكيل اللجنة الثلاثية الخاصة بالمال مال اللجنة الأولمبية ما كانت إلى آلية، فالآلية أعتقد البارحة يعني أمس باجتماع مجلس الوزراء سوى الآلية لعملية الصرف المالي، وليس الصرف المالي أيضا الإداري أعتقد دخلت على الخط هذا الموضوع،
واليوم الأحد القادم اللجنة اللي تكونت بهذه الآلية أنه مجلس الوزراء فقط سمى السيد رعد حمودي بهذه اللجنة باعتبار يعترف فقط برئيس اللجنة الأولمبية. فيوم الأحد تعلن هذه الآلية لتنفيذ برامج اللجنة الأولمبية والرياضة العراقية. طيب أستاذ، بالنسبة لهذا القرار الجديد اللي سيطبق ابتداء من يوم الأحد القادم، هل هو قرار برقم جديد أم نفس قرار 60؟ إحنا عندنا معلومات أنه أكو قرار جديد اسمه قرار 61. لا هو القرار نفسه، قرار 60، لكن وضعوا إلى آلية آلية التنفيذ مالته. فالآلية مالته قلت لك أعتقد توسعت، وأكو لجان أيضا توسعت هذه اللجان بهذا الخصوص. وراح تتنفذ أعتقد من الأسبوع المقبل والأمور تمشي كما كانت لحين تشريع القانون الخاص باللجنة الأولمبية العراقية. هذا شقد ممكن يأخذ وقت؟ هذا يبقى على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب. كل ما كان الإسراع به، كل ما تجرى انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. هذا القرار الجديد شبه ترقيعي أو ما مو مستقبلي، ما نقول قرار جذري. لا هو قرار لمرحلة، لمرحلة انتقالية لحين التهيؤ وتشريع قانون جديد للجنة الأولمبية العراقية حتى تقام انتخابات وفق القانون الجديد بالقانون العراقي. طيب أستاذ، برأيك من الخاسر الوحيد اليوم من كل هاي الأمور اللي حصلت خلال 50 يوم؟ لاحظنا احنا اليوم صارت اختلاف في الآراء واختلاف في كل شيء بين الإعلام، يعني هذا الأمر غريب جدا بصراحة. شوف أستاذ وليد، الموضوع هو طبعا أكو إعلام يعني يصنع الإثارة، وأكو إعلام يصنع الرأي العام بالشارع، وأكو إعلام يكون محايد، وأكو إعلام للي يعني يأخذ الجانب أحد الأطراف يكون مدافع عنها. إحنا الموضوع يعني صنعنا منه فد شيء كبير. إحنا تعرف الرياضة العراقية بمجملها اعتمادها الكلي على المال العام، مال الدولة. يعني لولا المال ماكو رياضة. ما عندنا استثمار. تعتبر هي ما عندنا استثمار. هي العصب اللي يسير العملية الرياضية في العراق في كل مجالات الحياة. فعندما تقطع المال تتوقف النشاطات، تتوقف كل الأمور الأخرى بالرياضة العراقية. هنا هو شنو القرار اللي صار؟ القرار انه يقول يعني بما معنى يقول لهم اكو شبه فساد في عمل اللجنة الأولمبية. شبه فساد ام فساد استاذ؟ هم لحد الان احنا ما نقدر نقول فساد، لكن ليش؟ لما نقرا صحيفتكم اوكي وياك لاحظ اخبار عن وجود فساد في اللجنة الأولمبية. صحيح وياك اني، بس المصيبة احنا صار لنا 10 سنين بالصحيفة كتبنا كل هسه اللي يعني اللي دا يطلع بالآونة الأخيرة، يعني كل اللي دا يعرض بالبرامج التلفزيونية هو جريدة رياضة شباب كانت عرفتها قبل سنين. فالمصيبة أنه ما حد انتبه، لا الدولة كانت غافلة أو كانت ماكو جدية باستقبال الرسائل. الموضوع كان يعني مو يمها. نعم. ما أطوا حيز من الاهتمام بالجانب الرياضي. كل هاي الأمور أدت إلى أنه يكون الفساد مستشري بشكل كبير متفرقة في الرياضة. نعم. في الرياضة العراقية كان المفروض عندما أنت تنشر هناك متابعة من الأولمبية، متابعة من وزارة الشباب. نعم. متابعة من الدولة نفسها، من الحكومة العراقية عندما يكون عندها رصد إعلامي. هذه الأمور ترفعها لرئاسة الوزراء حتى يكون بها هناك متابعة. هذه الأمور اختفت. لكن حضرتك 10 سنوات تطارحين كل هاي الأمور. كل الأمور كلها يعني اللي مطروقة هسه بالبرامج التلفزيونية كلها جريدة رياضة شباب كشفت لهالدرجة أموال الشعب أستاذ، يعني ما تعني شيء بالنسبة للمسؤول؟ المصيبة قلت لك أني أنه ما كان الأمر يعنيهم، خاصة ما أطوا الحكومة ما أطت للجانب الرياضي اهتمام ومتابعة. فالوضعية طبعا عندما لا يكون يفتقد الحساب تكون الأمور سايبة، فيتفاقم هذا الشيء. الآن لا، باعتبار السيد رئيس الوزراء هو رياضي. نعم.
وزير الشباب والرياضة رياضي، رئيس اللجنة الأولمبية رياضي. يعني الأمور اختلفت حاليا، اختلفت جذريا، فالموضوع أخذ الاهتمام، وهناك مجلس أعلى لمكافحة الفساد، فأعتقد أكو هناك ملف كامل بخصوص الفساد، وأعتقد سيقدم للمجلس لمكافحة الفساد، والأمور تأخذ مجراها الصحيح. إذن كل هذه التحركات اللي صارت خلال الشهرين الماضية تقريبا هي بإعاز من رئاسة الوزراء بحكم الآن رئيس الوزراء رجل رياضة مثل ما ذكرت حضرتك، وكذلك الوزير الجديد بالنسبة للشباب والرياضة. لكن هاي الأمور يعني أستاذ بالنسبة الآن الوزير، البعض يقول لك الوزير جدي في هذه العملية، والبعض الآخر يقول لك لمصالح شخصية. أنت كيف تقرأ الموقف؟ من الأكثر جدية اليوم بهذا الموضوع؟ شوف، هو الموضوع يعني كل أساسه هو الانتخابات. الدولة ما رادت الحكومة ما رادت تصير انتخابات، طلبوا من الكابتن رعد حمودي تأجيل العملية الانتخابية لحين تشريح قانون جديد وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة العمل الرياضي. هذا الشيء ما صار. الدولة بقت مصر، الحكومة بقت مصرة أنه الانتخابات هي غير شرعية، والإخوان في اللجنة الأولمبية مشوا بالعملية الانتخابية وحصلوا على الاعتراف الدولي. هذا هو كان المحور الأساسي في عملية كشف الأوراق نقدر نقول عليها. لأنه كل الملفات اللي سابقا كنا يعني ناشريها احنا الآن ظهرت إلى الساحة. فأنت كيف يعني تتعامل؟ أنت ما تقدر تتحارش باللجنة الأولمبية باعتبارها منظمة ومستقلة. لكن في قضية الفساد لك حق، لأنه اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون معك في هذه العملية. لأنه هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة للرياضة العالمية بشكل عام. فالإخوان ما أعطوا هذا الاهتمام بالنسبة أعضاء المكتب التنفيذي، فالموضوع من كشفة الأوراق أخذ مجرى غير مجرى، أخذ على أعلى المستويات. لأنه تدري الإعلام إلى تأثيره. طيب نعم أستاذ، ليش ما اليوم اللجنة الأولمبية علنت بودرة الرواتب بالأسماء والقوائم اللي المطلوبة منها؟ شنو اللي خليها؟ حتى البارحة الإعلام يقول لك إحنا نريد نصور قائمة الرواتب، عملية توزيع الرواتب، ما سمحت اللجنة الأولمبية. هي مو شغلة البودرة. البودرة أنت تقدر تأخذها من الرقابة المالية. يعني الوزارة هي مو شغلة بودرة، أنا بودرة ودا أسلمها. وحتى الوزير من سلمها الأخ علي الأسدي كان يعني الموضوع يعني من السهولة. الرجل بعيد عن اللجنة الأولمبية السيد علي الأسدي، يعني مغلوطة رئيس نادي الكهرباء اللي أخذ السيد علي الأسدي، مغلوطة البودرة؟ لا لا ما مغلوطة، هي صحيحة. قدم لهم البودرة لهم، فهو صار في نوع من الهالة انه الأولمبية ما تقبل تطيء البودرة، الوزارة شلون راح تطيء الرواتب، الوزارة اسحب النسخة من البودرة من الرقابة المالية وينتهي هذا الموضوع. لا شنو اللي اخر كل هالعملية 50 كل هذه وقت. العملية انه عدم الاعتراف بالمكتب التنفيذي بالنسبة للجنة الأولمبية فقط بالكابتن رعد حمودي. كابتن رعد حمودي ما يقبل انه يوقع على محضر الرواتب الا اذا كان هناك المكتب التنفيذي عنده موافقه. لانه يقول لك انا عندي مكتب تنفيذي لازم ارجع له، المكتب التنفيذي اعتبرها انتقاص، يريد يكون حاله حال رعد حمودي. بالضبط. فالموضوع اخذ هذه الجوانب، ولكن اخيرا فضت قلت لك البارحه وانتهى الموضوع هذا. الحمد لله وشكر والله. 50 يوم كانت صعب، عبارة عن أزمة. صح. إذن مشاهدي الكرام الآن ننتقل إلى فاصل، ومن ثم نعود نكمل ما تبقى من حلقة المشهد الرياضي. مجدداً أحبة المشاهدين، رجعنا لكم في حلقة المشهد الرياضي. أستاذ، نجي على دور الإعلام اليوم. البعض يقول أن الإعلام هو السبب الرئيسي بكل هذه المشكلة. يعني أنا قلت لك الإعلام
هو يعني هو بشكل عام هو راصد، هو يعني مؤشر، يؤشر على السلبيات، يؤشر على الإيجابيات، يكون قبل كل شيء مهني احترافي حتى تكون عنده المصداقية بالنسبة للقارئ أو المشاهد. نعم. لكن في عندنا بالعراق كانت هناك يعني فوضى، فوضى إعلامية. أكو إعلام اليوم تابع لمؤسسات وإعلام حيادي وإعلام. طبعًا هذا 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 موجود، هذا بالنسبة يعني أكو إعلام مشترى. نعم. أكو إعلام يعني يشتغل بضمير. برز بالساحة بهاي الخمسين يوم. برز إيه؟ هذا الإعلام بالساحة. إيه؟ بالضبط أكو إعلام يبحث عن الإثارة. نعم. بهاي الأزمة الإعلام يعني كان صعد من الموقف، يعني أصبحت مادة دسمة إلى. نعم. وأيضاً هذا يعود للتصريحات المتضاربة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، يومية بيانات، يومية تصريحات، يومية حوارات، يعني لقاءات دائماً يحاولون أنه يصعدون من الموقف. بالنهاية يعني قال المصيبة أنه اللي ما يعرف خلف الكواليس، المصيبة أنه يعمل على القشر، يعمل على القشور. هاي القشور اللي يقدمها للمشاهد الإعلام استقصائي. صح. يبحث عن الحقيقة. هنا عندنا يعني نادراً ما تجد هذا الشيء، مجرد تلميعك وفي بالضبط هذا الغالب. نعم. أنت تبحث عن الحقيقة، ابحث عن الاستقصائي، أوصل إلى أعماق المشكلة، أوصل إلى خلف الكواليس اللي دا يجري. نعم. هنا التصريحات والإعلام يصيح ويهوس. طيب. وأكو لقاء جانبي. نعم. بين وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، يعني كانت هناك يقول لك الوزارة ترفض، الأولمبية ترفض، لكن أكو جلسة كانت موجودة. نعم. بينما أيضا اتهموا بعض الشخصيات، هاي الشخصيات هي تريد توصل يعني توصل إلى حل. نعم. بين اللجنة الأولمبية وبين وزارة الشباب. نعم. والرياضة. تذكرت حضرتك أنه. نعم. رغم كل المشاكل وكل اللي نشوفه بالإعلام، لكن أكو لقاءات مكثفة ذكرت حضرتك. أي بالضبط. من طيب. نعم. شنو اللي يخلي اليوم الإعلام ما يتوصل إلى نتائج بهذه الأزمة؟ تذكرت حضرتك وسألوا أسئلك يمكن ما راح عندك إجابة بالنسبة للإعلام. شفت مثلا اليوم الإعلام من خلال هذه الأزمة اللي أنا أعتبرها اختبار، وصل إلى نتيجة صحفية بمهنة الصحافة احنا نسميها المحصلة او الاستنتاج بالنسبة للعمل الاستقصائي؟ شوف اكو اعلام، قلت لك انا نادرا ما تلقي عمل استقصائي. نعم. خاصة باعلامنا، لانه ما يتعب نفسه. فقط يدور على الجاهز. المفروض انه يبحث، ما طول اكو مثل هيك ازمة يروح يشوف اسباب هذه الازمة، يطرحها أمام المشاهد، الحلول لهذه الأزمة، يصل إلى يعني المعالجات إلها. لكن دائما ما هو يصعد من هذه الأزمة في كل الأزمات أستاذ. إحنا نلاحظ حتى يعني يخلي المشاهد، يخلي القارئ يتابع هذه الأزمة. لكن المصيبة أنه هذا مو فقط على الإعلام، هذا يرجع على المؤسسات الأخرى. صح. حتى ينعكس على الجماهير أستاذ. بالضبط. فشوف الشارع إلى عدة آراء. نعم. لأنه يستمع لهذه القناة شكل، هذه القناة شكل، هذه القناة شكل، فتبقى الأمور دائما. يعني ما كنت يعني صراحة أحكي، كنت أطلب من وزارة الشباب أو أطلب من اللجنة الأولمبية أنه يكفون عن التصريحات اللي هو أنه ماكو حقيقة صارت. ما عندنا هاي الثقافة بالنسبة للمسؤول الرياضي. لا ما يعني الموضوع بالعكس، كأنه أكو فد منافسة، أكو فد تحدي. نعم. أكو فد نوع من الكبرياء. تراشق صار أستاذ بالتصريحات. يعني هذا لما نتمنى إحنا قلنا يعني طلبت أنه كل واحد يرجع خطوة. نعم. حتى يتقدم خطوتين للأمام أثناء الحوارات. لا كل واحد كان متزمت برأيه، فبقت الأمور مشتعلة إلى أن وصلت إلى حد التظاهر. صح. وخرجت أصوات يعني كثيرة بالعملية اللي صارت التظاهرات. هذه أيضا أسبابها هي الإعلام. يعني الإعلام حتى من يغطي تظاهرة كان يغطي، يدور الإثارة. نعم. يدور الكلمة اللي جارحة. هاي يعني صعبة إنه أنت. نعم. إذا ما عندك فد حق مستند على حقيقة أو مستند على فد وثيقة أو أدلة. نعم. زين ما تقدر أنت تألف قضايا وتحطها أمام الشارع
الآن أصبح الوعي، يعني تعرف بعد هذه الثورة الإعلامية اللي صارت بالعراق، يعني أصبح وعي كبير أنه التحليل الأمور الأخرى، لكن للأسف الضجيج الإعلامي دائما ما يتغلب على الصوت الهادئ. طيب أستاذ، بحكم الآن الفترة انتهت، فترة الأزمة، وبحكم خبرتك وأنا متأكد تقريبا على كل التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك الموجودة بالكواليس، الأمور تبشر بخير بالنسبة للمستقبل؟ شوف، هي أكو أزمة كبيرة قادمة، يعني رغم التواصل إلى حل، هذا الحل الوقتي اللي مشوا، ما أنا قلت لك حلول ترقيعية تقولي لا، حلول ترقيعية هذا اللي هذا الشهر كانت، لكن الآلية اللي راح تنفذ المكتب التنفيذي راح يرفضها جملة وتفصيلا، الآلية اللي وضعوها يوم أمس التحديث يعني لقرار 60 بالضبط، هذا يعني راح يولد أزمة، ولكن بالنهاية الصوت أو القرار هو يعود إلى الدولة. الدولة بإمكانها تصدر قرار مشابه لقرار 184 اللي وقف اللجنة الأولمبية وعمل اللجنة الأولمبية في حكومة المالكي، صح، قرار 184 باستطاعتها أيضا تصدر قرار وتوقف العمل الأولمبي وتروح إلى اللجنة الأولمبية الدولية وتعرض عليها كل الأمور الأخرى. لكن أعتقد السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء عنده من النفس الطويل، عنده من الحكمة، عنده من الصبر، أنه يحتضن كل أميرد الرياضة العراقية تتأثر أو يصيبها الضرر، فيريد يوصل وفق القانون إلى أن شرع قانون للجنة الأولمبية وتجرى انتخابات شرعية ويستند تستند الرياضة العراقية على أسس متينة تحفظ ما وجه الرياضة العراقية. طيب أستاذ، شنو نوع الأزمة اللي ذكرتها حضرتك اللي تنذر بها اليوم السادة المشاهدين؟ هو الآلية اللي راح تعرض، نعم، المكتب التنفيذي راح يرفضها، نعم، فراح تصير مماطلات وراح يصير تصريحات وراح يصير تضارب بالآراء، نعم، ولكن بالنهاية الدولة هي صاحبة القرار. اللي فهمت من كلامك انه الأزمة راح بنسبة كبيرة راح تكون داخل الاعتراف الأولمبية. الاعتراف سيكون فقط بالسيد رعد حمودي، يعني الأزمة راح تكون داخل اللجنة الأولمبية فقط. الأزمة طبعا راح ترفض، نعم، الآلية اللي راح تعرض المشاكل بين أعضاء المكتب التنفيذي، مو المشاكل بين أعضاء المكتب، تصير ترفض القرار أو آلية الحكومة تريد هي انه هي اللي صاحبة القرار بالمال، صاحبة القرار بالإدارة. طيب الكابتن رعد حمودي ما عنده القدرة على اليوم التوصل إلى حل مع زملاء بالمكتب التنفيذي؟ الكابتن رعد حمودي ما يقدر يصطدم ويا الحكومة ولا يقدر يطلع من ثوب الحكومة، لأنه أنت رياضتك هي معتمدة على المال الحكومي، فأنت يعني شلون تصطدم ويا الدولة؟ هاي وحدة. واثنين، ولا من أعتقد أنه من أخلاق الكابتن رعد حمودي أن يشتكي عند اللجنة الأولمبية الدولية ضد الدولة، لكن ضد أنا أتحدث الحكومة. عن اليوم أنت ذكرت حضرتك أنه قرار 61 الجديد 60. نعم. يعني من صالح الكابتن رعد حمودي، لكن بقية هو الأعضاء من صالحه، نعم، هو الحكومة تعترف فقط برعد حمودي باعتباره ممثل اللجنة الأولمبية الدولية، نعم، هاي صراحة. أما باقي أعضاء المكتب التنفيذي ما تعترف بهم، تقول لهم أنتم انتخاباتكم غير شرعية، ما جرت وفق قانون معترف به من قبل الدولة. وطبعا هاي المخلفات كلها تتحملها الحكومات اللي السابقة، لأنه شلون كانت تعطي مال، صح، كانت تعطي يعني مليارات. وإذا تقول حضرتك صار 10 سنوات نحكي بالجريدة بخصوص هذا الموضوع بالضبط، يا منا ونقيس احنا، والله مشكله الحكومه السابقه، يعني الحكومات السابقه تتحمل هذا الشيء. المهم الموضوع وصل الى مرحله انه اعتقد وصل الى نهايته. ولا تنسى اكو قرار ايضا من المحكمه يوم 21 هذا الشهر، من المحكمه اعتقد بخصوص انتخابات اللجنه الاولمبيه، اذا طعن بها واعتبرها غير يوم 21 شرعية من هذا الشهر، هذا الشهر اعتقد الامور ستكون أسوأ على المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه. والله هنا بصراحه ما نعرف هسه
القضية تايهة استاذ تقريبا، لكن لا هو قضاء وحكومة يعني وملفات، الأمور أصبحت يعني شائكة يعني ثقيلة على اللجنة الأولمبية. نعم لكن نتمنى حلها بأسرع وقت إن شاء الله. لكن استاذ الآن نتمنى أو ننتقل إلى محورنا الآخر مشاهدي الكرام اللي راح نتحدث به بشكل مختصر حول استعدادات الزوراء بالنسبة لمباراة النصر السعودي. الكل يعرف يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله فريق الزوراء ممثل العراق في بطولة دوري أبطال آسيا راح يستضيف فريق النصر السعودي في مباراة الإياب على ملعب كربلاء الدولي. مباراة الذهاب انتهت لمصلحة النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. قبل ما ندخل بهذا المحور خلونا نشوف تصريح أو رأي لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم بمستوى فريق الزوراء في بطولة دوري أبطال آسيا من خلال تصريح لعضو اللجنة الكابتن عبد الله عبد الحميد. نشوف تصريحه ومن ثم نعود إليكم مشاهدي. طبعا منتخب شباب العراق لكرة الصالات يستعد لبطولة نهايات كأس آسيا اللي راح تقام في إيران منتصف حزيران المقبل. المنتخب حاليا داخل في معسكر داخلي في العاصمة بغداد وهو المعسكر الثالث الداخلي بعد إقامة معسكرين في محافظة النجف. إن شاء الله راح يكون في الأسبوع المقبل معسكر خارجي في دولة قطر. هذا المعسكر راح يتخلى له ثلاث مباريات وديه مع منتخب قطر الاول، راح يكون هو بوابه الدخول في غمار بطوله نهائيات كاس اسيا. نامل انه منتخبنا يحقق نتيجه ايجابيه بعد ان حقق في النسخه السابقه مركز الوصيف على قاره اسيا. ان شاء الله يعني لدينا منتخب قوي، منتخب قادرا على المنافسه والوصول للمراتب الاولى. طبعا الازمات او الازمه اللي موجوده هي الازمه الماليه بسبب المشاكل بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، واللي على اثرها توقفت التخصيصات الماليه للاتحادات الرياضيه من ضمنها اتحاد كره القدم. لذلك يعني كان في يعني ضمن المنهاج اللي وضعه المدرب كابتن علي طالب هو اقامه معسكرين خارجيين مع في قطر وفي لبنان وخوض عدد مباريات تجريبيه، لكن بسبب هذه الازمه بسبب توقف صرف الاموال لغت هذه يعني هذه المعسكرات وهذه المباريات واستقرينا على معسكر قطر ومباريات قطر. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد ما وصلنا الى محور مباراه الزوراء المقبله امام فريق النصر السعودي. طبعا الزوراء اجل مباراته، قدم طلب تاجيل الى اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات من أجل تأجيل مباراة المقرر إقامتها يوم غد الخميس في ملعب النجف مع فريق النجف. اتحاد كرة القدم وافق على طلب التأجيل كمساعدة لفريق الزوراء أستاذ جعفر اللي يمثل العراق في بطولة دوري أبطال آسيا. كيف تقرأ اليوم موقف الزوراء؟ بداية كانت جيدة لكن في السعودية في الرياض أمام النصر السعودي كانت نتيجة مخيبة للأمال. يعني تعرف فريق الزوراء خرج، كانت هناك أزمة مع المدرب السابق. نعم. أيوب ديشو والكابتن حكيم شاكر أعتقد أعاد روح للفريق خاصة في مباراة الوصل الإماراتي. نعم. اللي فاز بها الزوراء 5. مباراته الأخرى اللي جرت بعد الوصل مع فريق الشرطة. الشرطة نعم. انتهت بالتعادل. وانتهت بالتعادل. كان هنا من هذه المباراة ومباراة النصر اللي صارت بالسعودية كان الفريق يعني ما شفناه يؤدي مثل ما أدى في مباراة الوصل. صح. وكان يعني نوعا ما أعرف، أعتقد الكابتن حكيم شاكر إلى فد رؤية خاصة أو إلى نظرة خاصة على الفريق. الفريق كان منكمش، الفريق كان يعني بعيد عن أجواء المباراة. بالضبط. نعم. زين حتى أنه عندما تقدم لكن بعدها كان الانهيار سريع وأدى ما أدى إلى هذه الخسارة القاسية اللي تعرضها الفريق. بعد عودته أيضا خسارة غير متوقعة كانت أمام بغداد. نعم. فريق بغداد وقبلها تعادل أيضا. نعم. التعادل هذه الأمور أدت إلى أنه الفريق كان بحاجة إلى مراجعة. نعم. وخاصة أنه أنت يعني لا تنسى حظوظ الزوراء لا زالت قوية. صح. بالتأكيد. بالتأهيل للدور الثاني. فأعتقد أنه الكابتن حكيم شاكر يقدر أنه يقدم في مباراة النصر اللي ستقام في ملعب كربلاء
ويعبر بالفريق إلى بر الأمان، خاصة أنه الفريق الآن في حالة إعادة، في حالة تقييم جديد، في حالة يعني دخول نوع ما من الراحة النفسية، وايضا المباراة اللي تم تاجيلها حتى ياخذ وقت الكافي. كان قرار جيد من تحت كرة القدم، وافق على طبعا رغم اعتراض النجف يعني كان رافض لهذا التاجيل، لكن هي مهمة وطنية قبل ان تكون مهمة محلية. فالمفروض انه الجميع يكون مساند وداعم لفريق الزوراء. طبعا استاذ بالنسبة لتنظيم هذه المباراة، كنا نترقب هذه المباراة، كنا حتى الجماهير الرياضيه اليوم مستعده لمؤازره الزوراء بعد المستوى اللي لاحظناه في المباراه الاولى امام الوصل. احنا من زمان ما محتضنين هكذا مباريات مهمه، ولاحظنا فريق الوصل بالدرجه الاساس تاثر بالجماهير وبالحضور الجماهيري اللي انعكس بالسلب على الوصل وبالايجاب على الزوراء. لكن بعد المباراه صدرت قرارات من الاتحاد الاسيوي، هناك عقوبات حتى الان يعني ما اظهرها الاتحاد الاسيوي بخصوص الزوراء وبحق الزوراء. شنو اللي علينا نسويه ورسالتك الى اداره الزوراء من اجل الخروج بتنظيم مثالي 100% بعيد عن العقوبات الماليه اللي قد يتعرض لها النادي، وفي الاساس النادي عنده ازمه ماليه؟ طبعا هي يرجع اول يعني قبل كل شيء الى تنظيم المنظم المباراه. يعني التنظيم المباراة طبعا هاي بمساعده اتحاد الكره، هذا يعود الى تنظيم المباراه، الدخول خروج الجماهير، الفريق، الأمور اللوجستية. كل هذه الأمور يعني أعتقد أنه يجب أن يعني تأخذ الاهتمام الكبير، ونتعلم من أخطاء المباراة الأولى اللي جرت أمام فريق الوصل، ونكون جديرين أمام الاتحاد الآسيوي وأمام الاتحاد الدولي أنه باستطاعة اتحاد الكرة العراقي أن ينجح في تنظيم مباريات. طبعا الشيء الجميل في اللي عندنا هو حضور الجمهور. الجمهور يعطي فد رونق، يعطي فد جماليه لكل مباراه. فكان او ايضا الى الدور الكبير في عمليه اسناد الفريق، وخاصه في مباراه الوصل اللي جرت. المفروض الاخطاء التي ارتكبت في مباراه الوصل تقرا، وتكون هناك جلسة حتى يتعلمون من هذه الأخطاء وعدم تكرارها، لأن هذا بما معنى إذا تكررت هذه الأخطاء ستكون هناك يعني تعمد واضح من قبل الجانب العراقي، وأعتقد هذه ستؤثر سلبا على في قرارات الاتحاد الآسيوي، خصوصا احنا مقبلين احنا ذاك اليوم في مباراة البطولة الودية في البصرة. السيد الاتحاد ذكر انه العراق راح يستضيف مباريات بطولة ومباريات تصفيات كأس العالم في البصرة حصرا. استاذ بعد كل هاي المعطيات اللي لاحظناها، أخطاء بسيطة في تنظيم مباراة الزوراء وإحنا مقبلين على استضافة مباريات المنتخب، هل العراق اليوم بحاجة إلى معايشات تنظيم؟ إحنا ما نلاحظ مثلا عندنا دورات خاصة بهذا المجال، رغم هو مجال مهم وفي توقيت مهم. يعني شوف إحنا كتاريخ رياضي إحنا الأفضل في المنطقة بالنسبة للتنظيم بطولات أو الدورات، كل هذه الأمور كان العراق سابقاً هو اللي يحتضنها، لكن الآن أصبحت العكس بسبب تعرف ما مر على العراق من ظروف وما مر عليه من أمور أخرى كثيرة. المفروض وزارة الشباب واللجنة الأولمبية اتحاد كرة القدم أن يكون ساعي لإقامة دورات، أول شيء دورات يعني إدارية، دورات فنية، دورات التسويق، دورات التنظيم، كل هذه الأمور يعني يعطيها فد حافز للآخرين في إنجاح مثل هكذا بطولات. لكن أما إذا أنه بقينا إحنا على الأخوان اللي سابقا عملوا في هذا المجال وأصبحوا من الماضي، أعتقد أنه سنفشل كثيرا في تنظيم مثل هكذا بطولات. مفروض هناك دعم، هناك إقامة دورات تدريبية حتى إذا كان في الداخل، يعني أحتضن المدربين الأجانب أو أصحاب الخبرة وإقامة مثل هكذا دورات في العراق حتى تكون الأمور تمشي بصورة صحيحة، حتى خصوصا بالتزامن مع تصاعد نسبة الإنجاز في الملاعب بالنسبة للمحافظة بغداد، أيضا العاصمة بغداد وبقية المحافظات. لكن أستاذ ماكو جدية من ناحية تضافر الجهود بين المؤسسات الرياضية،
هذا الموضوع نعاني منه من زمان، يعني مؤسسات الرياضة الرياضية الثلاث ماكو تضافر للجهود، خصوصا احنا بتوقيت جدا حرج نريد نرفع الحظر عن العاصمة بغداد. هو شوف هسه حاليا احنا الحظر مرفوع على ثلاث محافظات. تعرف يعني كربلاء والبصرة وأربيل. زين فقط بقينا العاصمة بغداد، وإن شاء الله عن نجف وميسان أيضا ملاعب جيدة هنا. بالضبط إحنا يعني بما معنى بغداد ملعب الحبيبية قريبا. هذا سيكون أعتقد هو اللي سيرفع الحظر عن بغداد باعتباره أنه الملعب النموذجي والدولي الحقيقي اللي سيكون في بغداد. إحنا حاليا ثورة منشآت، يعني أنت البصرة مدينة رياضية إذا تريد ترجع عليها، العمارة ميسان فيها الملعب الأولمبي، تجي على الكوت الملعب جديد الكوت. نعم. زين تروح الكربلاء النجف حاليا بالحلة المحافظات الأخرى أيضا هناك ملاعب، يعني نستطيع أن ننظم بطولات آسيوية محترمة في كل هذه الملاعب، لكن نحتاج إلى خبرة، نحتاج إلى قيادات حقيقية لإدارة هذه الملاعب وتنظيم البطولات، وهذا لا يأتي من فراغ إلا بعد أن يكون هناك تكون هناك دورات يعني حقيقية للعاملين في هذا المجال حتى يكون هناك يعني استعداد كامل لإقامة مثل هذه البطولات. إن شاء الله هذا اللي نتمناه أستاذ جعفر، بصراحة نتمنى الوقت أطول معك، معلومات دسمة وقيمة، ونتمنى أيضا الخلاص من هذه الأزمة اللي تضرب الرياضة العراقية إن شاء الله. وايضا انا متاكد مشارك مشاركه فعاله بالناحيه انهاء هذه الازمه. كل التوفيق لك والشكر. استاذ جعفر العلوشي المشارك الكرام، كان معنا صحفي القدير الاستاذ جعفر العلوشي. كل التوفيق ايضا لنادي الزوراء ولفريق الزوراء الكروي اللي راح يستضيف فريق النفط النصر السعودي عفوا على ملعب كربلاء. هذه رساله الى الجماهير من اجل الحضور، مثل ما لاحظنا في مباراه الوصل ولاحظنا تأثير الجمهور الإيجابي بالنسبة لفريق يمثل العراق في بطولة مهمة مثل بطولة دوري أبطال آسيا. إذا مشاركي الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج المشهد الرياضي، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.